والدراري تجمعوا لي كاملين اليوم يكون عندي في القهوة. السلام عليكم. مرحبا بكم اليوم في العشية. هاك منم قول يا هو منم ديال من هاد السردينة كما ديال الزقة هذا الزقة الله يجزيك عمو بزقة زوينة هو زوينة مسكينة تاع بالتباصة تاعي هي سمك اليوم غادي نروح عند خديجة زوينة غادور في المرسى على البركوات ديالنا والبركوات ديال جيراننا كلهم كاملين ورا العشاء ان شاء الله ورا صلاة العشاء ورا صلاة العشاء يتلاقاو مع حجاج في القهوة اخي شي حاجه ولا نديرو شويه ديال النشاط بغينا نحركوا القوس ولا نغمو نحركوا شويه هاد القوس هذا اللي كنسمعوا فيه غير الموت والمضاربات والزلط ياك زويجه جديده يا ربي ان شاء الله يا ربي وليدات لا لك الوليدات غادي زوين وجود الوليدات انا بغيت نقول لهم راه المال ديال النار ديالي راه حامله اما الدري ما عندنا 9 شهور اصلا غيتزاد عندي الدري عمرني غنزرو في البر غادي نزرو وسط البحر حتى اللي غتشدو الزغط شاعوة اللي بغى يجي عندنا البحر يزر يجي يجي واللي ما بغاش يجي عمر ولي حلم يدخل يصيد حوته امبو شو شي غتقول له شو انا غندعي معاك واحد الدعوة يا ربي اللي ما جاش زرك رايس حجاج في البحر بغيت ان شاء الله كلب ديال البحر يعضو ما يكونش جالب داك كلب البحر طيش يعضو ما يكونش جالب يا ربي بغيت اليوم تقبل يوم عين يوم جيب لينا الشيخات والشيخات تكون معاهم ديك الشابة لا ما كانجيك الشابة ما كاين لا تجيب لينا شيخات ولا اربع الناس حجاج انا قابله داكشي اللي بغيت لا صافي فات الفوت حجاج كيطلبها مره واحده ما كيطلبهاش مرتين انا مزوقه فيك السي حجاج ما تغضبش عليا راه ما عندي لا حني لا رحيم في هذه الدنيا واحد اللي كان عندي داه البحر وبقيت غير انا وولدي وصافي صبري تتوصلي عليه الخير الله يرحمه مسكين ما كنصابي راسك انت عجبتيني راه عندي مره اللي متزغبه الشعر ما توصليش لها ولكن حنا بغينا نديرو معاك العز انت واقيلا ما مولفاش به حجاج يجي يدق عليك في دارك تقولي انت لا شكون انت غتكوني في ملك الله اش غتكوني انت انا راه ما كنقطع رزق حد انا داك الشيء كله درتو على قبل داك الوليد حيت عرفتك انت ما غتقابلي الا انت لا با داك الدري الصغير غيضيع بيناتكم اما انت ولكن ما كاين حتى مشكل انا مزوقه فيك السي حجاج ما تغضبش عليا سيروا لي صابو بيناتنا شي حاجه شرد نازل المرسى غيطيحها لنا شي بطل حسن اطلع طلع هبط لي هذوك المساخيط الوالدين